عبد الوهاب، رجاء، عبد الوارث، حسن كامل، أمين وهبة، ليلى فوزي، ثريا فخري، عبد العزيز خليل، زينب صدري، محمد أمين، عزيزة بدر. من غير مؤاخذة بقى، يعني حضرتكم شرفتم ليه؟ سؤال بارد. أصل السهرة من غير عزيز ما تبقى السهرة، وسهرة من غير تحية تبقى سهرة. ما تبقى السهرة. برافو. ميرسي يا حبيبي. ميرسي حب كده ما تنفعش. ايوه عباية ميرسي بالفراولة. امال كنت عاوزاها بايه؟ الشمبانيا. من عينيا. تسلم عينيك. وعينيك. لا ما تبوسنيش في عينيا. ليه؟ البوسه في العين بتفرق.
بوسني في عينيا سماحة. احنا مش هننزل بقى؟ على فين؟ ما قلنا كنت ننزل كباريه. لا انا عندي سهرة. تعرفوا فين؟ عند الحاج. لا عندي الفيشاوي نشرب شاي اخضر. انا ما احبش الشاي. ما تخافش عنده مغاز. يا فندم يا يا ترى مين؟ لازم مستعجل. مستعجل ولا مستعجلة؟ عيب يا تحية. ولو لا يا عزيز عزيز عزيز. لا صحيح. ايه هو اللي صحيح؟ والله صحيح. ايه هو؟ ايه هو يا منطقي؟ ليه في حياتك يا عزيز؟ بابا لا حول. مرسي 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 مرسي. ميرسي. ميرسي على ايه؟ لانك بتعيط. انا بعيط عشان بابا. شوفي حال الدنيا. امبارح بالليل كنت مع اصحابي مزيكا وغنى وضحك الا والتلغراف المشؤوم يجيني. وانا كمان يا دوبك جيت من الجامعة الا والتلغراف المشؤوم يجيني. مدهش. حضرتك جالك تلغراف كمان؟ ايوه يا اخي. ده انا بنته الوحيدة. بابا مالوش بنات. ما خلفش غيري. بتتكلم على مين؟ على بابا. بابا بتاعك؟ طبعا. هو انا بتكلم على بابا بتاعي. حضرتك ليكي بابا؟ لا لقوني على باب الجامع. لا بدون يعني بدي اقول باباكي مات؟ ايوه. انا دلوقتي لولا اني بعيط على بابا بتاعي كنت عيطت على بابا بتاعك. ما تعيطيش. ازاي ما عيطش؟ ازاي ما موتش روحي عشان؟ لكن قبل ما موت روحي لازم اموتهم كلهم. مين دول؟ اللي قتلوه. هو مات قتيل؟ بابا ما يموتش موتة ربنا. لازم حد قتل. انا عارفة اعدائه. تعرفي انك شغلتيني؟ يمكن اخر مات قتيل. ده ما عمروش راح الحكيم. له اعداء؟ قوي. لازم هم اللي قتلوه. تعرفهم اعداء ابوك؟ اعرفهم. لازم تنتقم منهم. لازم تاخد بطار ابوك. انا هوقف اعداء بابا قدامي صف واحد كده. انت مش هتعمل كده في اللي قتل ابوك؟ لا. يعني لا؟ امال هو مخلفك ليه؟ خلفني عشان اشتغل وافيد الناس. القتل انفى للقتل. انت مش دخلت الجامعه؟ دخلت الجامعه صحيح، لكن اتعلمت هندسه مش اكل. كل اللي اتعلمته ان ابني وعمر. وان حد خراب لك اللي بنيته. الحكومة موجودة. مين يقدر يستنى الحكومة؟ لما تشوف عدوك قلع لك الزرع تعمل ايه؟ ازرع من تاني؟ امك عايشة؟ ان ما كانوش قتلوها مع بابا تبقى عايشة. صعبان علي امك وصعبان علي ابوك وانت شخصيا صعبان علي. تسمح لي اقول لك بصراحة يا ريتهم ما خلفوك. ليه ابهاتنا بيخلفونا؟ عشان نعمل زيهم ونخلف اولاد. قبل ما نخلف لهم اولاد لازم نهنيهم هما. انا مهنيهم 24 قراب. ما عمريش اتضربت معايا في الحاره، ما عمريش قطعت هدومي، كنت دايما البرنجي. تعرف حد ضحكني غصب عني؟ هو ده الهنا اللي بيطلبوه الوالدين؟ اللي بيطلبوه قبل كل شيء هو الانتقام من العدو. هو انك ما تخليش عدوهم يشوف يوم راحه. انا اللي اسمي بنت اعداء بابا ليهم ولد. وبابا ملوش الا انا. فاول الامر بقوا شمتانين فينا. بقوا يقولوا العيلة دي انتهت.
لكن اسألهم دلوقتي ايه رأيكم في حتة البنت دي؟ يقولوا لك يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. انت عاوزك حاجة تفور دمك؟ عندك حاجة تفور الدم؟ ايوة بيه، كونياك ويسكي؟ لا، تعرف انت ايه اللي حيفور دمك؟ لما توصل بلدكم وتشوف ابوك على سريره راسه في ناحية وجدته في ناحية حفيظ، وتشوف عينه عاملة كده من الرعب ساعة ما قتلوه. يا حفيظ يا حفيظ، ميرسي على انك فورتيلي دم. انت هتخلي دم اعداء ابوك للركب، وانا هبني من جمادمهم قصورا. انت دلوقتي بقيت رابي. ميرسي. شيال شيال، تعال هنا شويه. الله، ده احنا وصلنا. غريبة، مفيش حد ينتظرني ولا انا. هنوصل ازاي؟ معلش، هي بلد حضرتك فين؟ عربجة اهو. هنقفني يا اسطى. اسطى يا اسطى، عربجي يا عربجي، استنى يا اسطى. اتفضلي اوصلك وبعدين ازق على بلدنا. صباح القسط، على فين يا بيه؟ الأنسة أولا. ميرسي. منشية بنوس، وحضرتك؟ سكتنا واحدة، أنا ميت بنوس. ميت بنوس؟ ابن مين هناك؟ ابن عبد الغفار باشا. اللي اسمك عزيز؟ أيوه. يا مجرم يا ابن المجرم. استني استني استني، تكونيش بنت علي بيه أبو المجد؟ أنا فكرية بنت سيد المنطقة دي كلها. يا قاتل يا ابن القاتل. عيب عيب، العربجي يقول علينا إيه؟ إحنا بنهزر يا أسطى. يا رب يحفظكم يا بيه. استنى يا أسطى. استنى يا أسطى. بقول لك استنى، مين اللي جابك فينا؟ الله، استنى. بقول لك استنى، ما تركبوا سوا يا بيه، دي تسعة من الحبايب. ألف حبايب؟ ده أبوها قتل أبويا. وأبوها قتل أبويا. سويا، استنى يا اسطى. استنى، بقول لك استنى. سويا، استنى يا اسطى. سويا، مين اللي نادهك فينا؟ لو كان معايا بلطة كنت طيرت دماغه. سامع أخويا؟ طب شي بقى؟ ايه يا ابو قلب مالي؟ اظن رعدتش فرحان للصمحار يا قلبي. انا اقدر يا سعاده البيت. انا عارف ليه. محدش يفرح للصلحه دي اكتر من مهندسين الري. طبعا كل يوم يا فندم شكايات في حقي من عبد الغفار باشا وعلي بيه ابو المجد. كل واحد منهم بيتهمني باني بمنع عنه الميه وازودها للتاني. يا اخي ده انت حكايتك سهله، اتك علي انا اللي كل يوم والتاني. الحق يا نيابه واشتغل يا مركز. يا اخي دي كلها حاجات تناتيش، انا لو كان لي غلط كنت حبسته. تحبسني؟ تحبسني انا؟ ده انا قبل ما اكون قدام المحكمه. الله يا جماعه، الجدع ده احمد ما يفهمش حاجه اسمها الصاف. قلت لك بطل كلمه جدع دي. لاحظ انت بتكلم مين؟ بكلم الزير سالم. اخلي الزير سالم ده يوريك رمحه. صلوا على النبي يا اخوانا. الله يا امام. يا عم ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بهزر والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله الصلح خير. ارفع عينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعملها يا ابراهيم؟ لا مش عاوزين. ايوه. طب قهوه؟ ولا قهوه. ما انت شايف العربيات المحمله فواكه والدبايخ والديك الرومي اللي ملهاش عدد. خلينا ناكل ونهيص. اديكوا هتاكلوا يا خي نوبه ولا اتنين وبعدها تتحرموا طول العمر. هم يا جدع بعد ما يصطلحوا هتطول منهم فايده؟ ده انتوا عشتكم من مشاكلهم. ما تخافوش، دلوقتي عزيز وفكريه يجوا يفركشوها. ابو الغيط. ايوه. شديت التلغرافين؟ امال شديدهم بايدي. عاد هتحوط. ايه قوم بينا. حاضر. خلي بالك. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نايمه.
يا بنتي؟ ايه اللي جاب؟ خالتك زعلتك؟ خالتي زعلتني؟ بابا فين؟ في بيت عبد الغفار. من امتى؟ من ساعتين. يعني امبارح بالليل كان عايش ما ماتش؟ بعد الشر يا فكريه، مين اللي قال الكلام ده؟ جند العراف. من مين؟ انا عرفت مين اللي بعته. فكريه راح فين؟ فاهم؟ ايوه يا سعاده باشا. وكمان بكره الصبح من بدري الانفار تطلع وتردم الترعه دي اللي مضايقه علي بيه. حاضر. ولا يكون عندك زعل. وانا كمان هنقل لك برج الحمام جنبي مزعله. الله، شوفوا النفوس لما تصفى. حلوه قوي يا سعاده باشا. عايز ايه هنداوي؟ حضر الصبح جاهز يا سعاده البيه. اتفضل يا سعاده الباشا. لا علي بيه جنبي. لا والله انت قبل. الزهل ده انت اكبرنا سنا. يا عجوز. بابا 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 ما عشتني بشر على المجرى. ايه اللي جالك؟ ها؟ وايه؟ شوف قال ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا مت الغفاريه موتوني. طب والله قسما بالله ثلاثه بالله. حيلك حيلك ده مالو عامل لي زي ابو فصاده. ابو فصاده يا حربايه شايفين ملاعين شيحه؟ ما هو اللي غرضه في صلح يخد البنت الخضه دي. ايه هو بقى؟ اسمع يا علي بيه يا ابو المات، الملعوب ده ملعوبك انت علشان تفشكل الصلح. انا فشكل الصلح؟ حج عليك يا سيدنا البيه اللي تتنازل وتيجي لحد هنا. يا ناس خليكم احضر خير. بلا صلح بلا بتاع، هم دول مش صلح. الحق علي انا. قالوا الجمل ركبوه، قال الحق عليه بيطاطي ليه؟ سلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. انت هنا تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ هم لسه ما حطوش الحديد في ايديك. اخلص يا قليل الادب. سيب يا ولد الحياة. ايه الوقت ده؟ رد عيدك. رد عيدك. انا قلت لك من الاول ونصحتك ما سمعتش نصيحتي. صلحي ايه وبتاع ايه؟ الله يجزيهم ولاد الحرام اللي مشوا بناتنا في الصلح. بصفتي محاميكم ومستشاركم القضائي اقول احنا لازم نستمر في ايه؟ في الضرب والخناق والتخريب وتقليع الزرع والحريق. لاحظ يا بيه ان اعدائكم بيعملوا كده واحنا بنعمل كده. مقابلة المثل بالمثل. ابسوا فاكتو. مظبوط. ما دام حضرتك موافق على مقابلة المثل بالمثل، يبقى ايه لزوم المحاميين والمحاكم والحكومه كلها؟ نعيش حيوانات؟ لا 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 لا، مين قال تعيشوا حيوانات؟ غايه الامر ذمتي ما تسمحش اجيب حبال وادير كتافكم واقول لاعدائكم اضربوا. لازم تدافعوا عن انفسكم، ودوري انا اني احافظ على حقوقكم ثم ادافع عنكم في المحاكم. هو نقضى عمرنا في المحاكم؟ انا توقفت في المحكمه. صحيح اتولد في المحكمة. ومن يوم ما اتولدت واحنا في قضايا ويا الناس دول؟ تسمح تقول لي بقينا صارفين قد ايه في القضايا وياهم؟ تقريبا 16,000 جنيه. 16,000 جنيه؟ ده منية من مرحوم جدة؟ ده جنون. في قضايا دلوقتي بيننا وبينهم؟ القضايا المنظورة الآن 14 قضية مدنية و 8 جنح و 2 أمام محكمة الجنايات وتقريبا من 90 مخالفة. وده غير قضايا المختلط وغير الجديد اللي هيتفرع من اللي حصل امبارح. مانيش عارف قد ايه المتهمين من رجالتكم اللي حدافع عنهم، ثم دفاع عن العمدة اللي اتوقف من جوايركم، ودفاع عن شيخ الخفر. وعندك رزق افندي البشكاتب بتاعي ما تهملش قضيته. وادي قضية. وماله؟ ما هو البشكاتب بتاعهم اداني له كمية وانا قلت له فين يوجعك. ما تقولش كلام من ده.
قول ضربني وبس. ما خلاص سويناها واصطلحنا بيه. مين قال لك اصطلح؟ ده مش كلام ده. ودي مش عيشه دي. انا مش فاهم ايه اصل العداوه دي كلها. اصل العداوه؟ مساله عرض وشرف. عرض وشرف؟ في يوم جدك الله يرحمه ذكر حمام من عندهم لا فعل حماما من عندنا. وبعدين؟ بعدين شوف انت بقى، جدك ما قبلش ان ذكر فلاتي سيدة ينشرفنا. قتلنا الذكر الفلاتي وكل الذكور اللي عندهم، خربنا برجهم باللي فيه. وتفرعت القضايا دي كلها، ثم اسال الباشا، قضايانا 90% مكسب. طبعا ما دام الخساره 16,000 جنيه. أنا مزاجي تعكرم. لا أنا في عرض مزاجك. قهوة يا ولد لمونات. أنا جاي لك حال. عكننت مزاج الأبو كاتو ولسه عاكنن لك مزاجه كمان وكمان. ده جزاته اللي بيخدمني. أنت يا عزيز طبعك مش عاجبك. مصر تلفت أملك. الحق علي انا اللي غلطتك من صغرك وقلت جت تتعلم وتبقى من الحكام. لا انت اللي بقيت من الحكام ولا انت اللي فضلت زيني. زيكم ازاي؟ اعادي بلاني واهلي بلدي. اهلي يعني؟ شيء يجنن. شيء يجنن؟ طيب علشان ما تتجننش تعال. ده جدا ابو ياني مات قتيل من ايديكم. لكن انت جمنا له عاد. وده ابن عمتك انشنب. مين اللي شنبه؟ الحكومه. قاليه قتل اخو علي بيه. كان لازم يتشنق. ابن عمتك كان لازم ينشنب؟ مش قتل. ودي اخو جوز بنت خالتك مات في السجن مسكين. لازم عمل حاجه. انا مش هعرف اتكلم وياك. ايه برأيك؟ عجبك الحال ده يا نينا؟ ابدا والنبي اتمنى ربنا يهدي النفوس على الاقل اخلص من الخضات اللي بتخضها. كل اللي غيظني الوليه دي مرات علي بيه اللي حطت لي مناخيرها في السماء وعايزه تعمل راسها براسي. اذا كان كده في خناقه من خناقات تنصب بدوبه ولا بحديده كسر قصبه مناخيرها. عال
يعني ما عملتوش حاجه. فيه جديد؟ جديد ازاي؟ كل دي حاجات شبعنا منها. علشان ايه المصاريف السريه دي كلها يا حضره البشكاتب ما دام انتوش عارفين تجيبوا خيرهم في الارض؟ ها؟ عاوز ايه؟ المهره جاهزه. قلت لي الف مره المهره جاهزه، خلاص مش هتطلع بره. ايه لازم الدواليب دي كلها يا صفاء فني؟ ها؟ فيها القضايا. انا مش عجباني احوالكم دي. الاساليب بتاعتكم اساليب عتيقه. قضايا، بنيات في الوش، تقليع زرع ما يسواش نص ريال، تسميم مواشي ما يسواش 20 جنيه، وخسائر نحن في القضايا والمصاريف السريه بالالوف. نعمل ايه يعني؟ صلح ورضينا بالصلح. صلح؟ من حق. انت ازاي بابر بيت بالصلح؟ انا والله يا بنتي ما كان ليا غرض. مش غيظني الا التقليعه دي اللي هي مراته. غايته من عيني اشوف فيها يوم. قال ايه نهار ما اتجوزت انا كانت بتلعب ويا العيال في فرحي. وكل ما تقعد في حته الباشا، سعاده الباشا، ويا ترى البهال ازاي حاله؟ دمي الهفه. بقى دول حد يصالحهم؟ اعمل ايه بس؟ صلح مش عاجبكم، خصام مش عاجبكم. الخصام ما يكونش بالشكل ده. الحروب دلوقتي حروب اباده. طيارات، قنابل، مدافع، مسح من على وش الدنيا. ومنين نجيب الطيارات والمدافع؟ عاوز ايه؟ بابا مش هنا. بسوء الحظ كنت على مهم تقدر تقابل السراق. انت مش معاك مش حضرتك المحصل بتاع شركه سنجر شارين بالتقسيط؟ حافظ على ادبك. عاوز ايه؟ شايفه الحصان بتاعي والمهره بتاعتك؟ دول حيوانات انما فاهمين احسن منا، فاهمين ان الحياه محبه وسلام مش عداوه وخناق. انا مندهش، انت ازاي وصلت هنا سليم؟ ايه كنت عاوزاهم يموتوني؟ ده كان اقل ما يجب يعملوه. برضه عملوا الواجب، ضربوني بالرصاص. ليه الحروب
القديم ما كانش لها ضحايا كبيره زي حروب دلوقتي، لان الجيشين كانوا يقفوا قصاد بعض ويخرج القائد ويقول هل من مبارز، يطلع له القائد اللي زيه من الجيش التاني ويتدرسوا سوا، اللي يغلب منهم يكون جيش هو المنتصر. مظبوط الكلام ده، فارس الفوارس عنتر ابن شداد كان بيعمل كده. ده كان الله يكرمك يقلع النخلة من الارض بايد واحدة وينزل بها على الجيش يبططه. مظبوط كلامك يا عم عويس، شغل الرجالة يبقى كده، تقاتل عدوك وشك في وشه يعني تبرزه. يا نهوتي يا حصتي، حريقة حريقة دي بفعل فاعل شغل عبد الغفار. طفي يا ولد، طفي يا جدع، طفي يا جدع، ابعدوا العمدة، بلغوا المركز، طفي. بس ها؟ الفعل هو انا. انت حرقت كل قضاياكم واوراقكم ومستنداتكم. بتقولي ايه؟ طب والله قسما بالله ثلاثة بالله يا حبيبي. مفيش فايدة، خلاص مفيش غير قلت لكم عليه، المبارزة. مبارزة؟ عايزاني اخد لي سيف واقف قدام بيت عبد الغفار واقول هل من مبارز، هل من منادس؟ لا 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 لا، امال انا فين؟ انت تبارزيه؟ ابارز ابني لو النبي ما يمكن. ليه؟ مش هما بيعيروك اللي ملكوش غير حته بنت وهما فرحانين بالولد بتاعهم؟ نتبارز مع بعض ونشوف مين فينا البنوته. يمكن يا اختي عوارك ولا حاجه، والله ما اسيبك تروحي له تبارزيه. ما تخافيش ما تخافيش يا ماما، مبارزتي معاه هتكون على الطريقة العصرية. هتركب طيارة وهو طيارة. وبعد ثلاث ايام جه العريس وجاب لها حاجات النبي يا ستي من مصر تملى ثلاث صناديق. او النبي. روح انت دلوقتي. يا ست عزيز مسافر في قطر الساعة 4:30. 4:30؟ مفيش قطر 4:30. لا هيعدي النيل ويخلق اكسبريس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا. هات بسم الله الرحمن الرحيم. اما لو كنت وقعت في الميه كنت اتبليتي. اتبليت وبس؟ كنت غرقتي. مش كنت تطلعني؟ اديكي لو وقعتي ولا حاجه. طب افرض، يعني افرض ان المركب غرقت. لحسن الحظ هنغرق كلنا. يحصل ان البعض يغرق والبعض لا. ليكي عليا ساعتها اغرق. صحيح تغرق عشاني؟ لا مش عشانك بالذات، لكن اهو اغرق والسلام. عشان مين؟ ما هو محدش هيغرق ولا حاجه، المركب ان شاء الله هتوصل بالسلامه. لا انا ما اقبلش. الله الله يا سمع يا سمع. يا مراتبي قد فعديني، يا مراكبي قد فعديني، لحبيبي وروحي ونور عيني. أهلي وأحبابي وحشوني،
أهلي وأحبابي وحشوني ويا خوفي يكونوا هجروني روحي وأشواقي سبقوني على موج الدمع اللي في عيني مشيت اتمايل واتغاني مشيت اتمايل واتغاني اكمنك خالي ومتهاني ما تقدف اه يا الله وصلني على بر حبيبي وراسيني يا مراتي هدي وعديني يا حبيبي وروحي وعيني يا مراكبي قدف يا مراكبي إلى أجد ازداد والشوق فضبي يا مراكبي قدف همرك إلى أجد ازداد والشوق فضبي لو تعرف إيه اللي في قلبي يا مراكبي كنت تعديني انت ماشيه جنبي ليه؟ خايفه امشي لوحدي. هو اللي زيك يخاف؟ لما يكون واحد. وبيته ما يخافش. انت اهنتني. مش قوي. يعني عاوز تهني قوي؟ لا، انت لسه نونو. فكرك تديني كام سنه؟ سنه اولى. انا تعبت. تحب اشيلك؟ صورة جين سوا صدفة حلوة ولا حلوة ولا حاجة اخصى عليك برضه هنعمل زي الكبار انت غلبتيهم وانت غلبتني ميرسي صافية لبن صافية لبن بوس ايدي بقى لا يا شيخ
يا فندم. قول لها واحد من البلد. عشان لا ده انت اتجننت. اتجننت عزيز؟ ارجوك يا عزيز عشان خاطري. عزيز عزيز عزيز. يا ليلي يا ليل نور يا ليلى ليلي 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 يا عيني. الدراج يا خالتي. وقفلتيه ليه؟ مكان كويس.
خف خلاص؟ الحمد لله. بلاش قهوة بلاش قهوة. الشاي جاهز. استني شوية يمكن يغني تاني. الاستراحة يا خالتي مش غايته دقيقة ولا اثنين؟ لا لا أيها السادة الاستراحة 15 ساعة. خسارة كان كويس. يلا يا منيرة يا بنت. حاضر يا سيد. جرالك ايه؟ ده انا اللي جرالي. ايه ده؟ محطة الإذاعة يا فندم. فكرية. لما عرفكم ببعض حضرتك عزيز بيه من اصدقائنا. ابو اكبر صديق لبابا. مظبوط كده. منيره هانم صديقتي. شرفت يا فندم. شرفت يا عزيز بيه شرفت. الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يا خالتي جوز عم اخت ابن عم منيره. تشرفت. الله يحفظك. تفضل يا ابني. مش عايز يقعد يا خالتي. اترجيته كتير قوي. انست وشرفت يا ابني. ميرسي يا فندم شكرا. ما تستنينيش على العشاء يا منيره. ها شرفت يا عزيز بيه. مين ده بقى يا فكريا؟ ها ده اللي حبرزه.
وهنا ارضهم. تصوروا لو ان كل الارض دي بقت بتاعتنا، لكن ارضهم هناخدها بلاش. بلا مش فاهم ولا انا. اصل العداوه ان ذكر حمام من عندهم لاف على حمامه من عندنا. قلت المحامي بتاعك نقابل المثل بالمثل، ذكر حمام من عندنا يلوف حمامه من عنده. حمامه دي حدايه وابوها غراب. طب والله قسما بالله ثلاثه بالله. استنى بس يا بابا، انا ناسب عبد الغفار ده، انا اقتلك وقت روحي كمان. هات البندقيه يا ولد. يا اخوتي ما قلتش حدا يا ولد، انت فاكر نفسك في العزبه؟ تتجوزي عزيز؟ انا اتجوز عزيز بعد الشر عليا ده، تنقطع رجله قبل ما يقدر يعتب عليا قطي. انا هتجوزه بالاسم بس عشان اطين عيشته، اسمم له قمته، حرمه من النوم، اوريه نجوم في عز الظهر، اخليه يتمنى جهنم مش طايلها. انت يا بنت عايزه تاكلي بعقلي حلاوه؟ ما بقاش انا فكريه بنت علي بيها ابو المجد، ان ما خليت الواد اللي اسمه عزيز ده يبيع ابو جبته عشان يخلص مني. فشر. انا اناسب على ابو المجد؟ ما تقولش نسبه، قول نمحي اسمه من الدنيا. انتوا عارفين انه واقف املاكه على البنت دي اللي اسمها فكريه، ابني اللي راح يورث لها راح يبقى اسمه ابو المجد ولا عبد الغفار؟ قولوا اتكلموا. والولايه دي تبقى حماتك وتقول لها يا ماما. ماما في عينها لا ماما الا انت. مالكش من مين؟ بيقول من عند عزبي يا فندم. فكرية، فكرية ما تتخضيش، أنا عزيز أرجوك توطي صوتي شوية. ميرسي. اقفلي الباب والشبابيك، مش هتكلم إلا لما تقفليهم. ميرسي. اسمعي بقى، أنا تنازلت عن البوسة مش عاوزها، ما تزعليش أنا برضو عاوزها، إنما بشكل تاني. عاوزتي تصوري إيه اللي في البوسة دي؟ فيها كل رغبتي، كل شبابي، كل حبي، يعني عبارة عن لهليب. وأكد لك إنها هتنزل على عداوة السنين الطويلة دي كلها، تحرقها تخليها رمال. بكلمة واحدة منك أنفذ مشروع الحريقة دي، تقبلي؟ أنا جنب التليفون أهو مستني الجرس. Thank you.
ما في الشمبانيا انها تبرهن بكل بساطة على صحة نظرية اينشتاين. انت طبعا تعرف اينشتاين وعملت عنده نظارة. نظارة ايه يا عبيد؟ اينشتاين ده فيلسوف صاحب مذهب النسبية ريلاتيفيتي. امال دبلومين من الجامعة ازاي؟ ما انا نظام قديم على ايامنا كان دقشوم وزلطب وزعبل ما كانوش لسه اخترعوا اينشتاين ده. اينشتاين ده فيلسوف بيقولك ان الواحد ما هوش واحد صحيح وان مظبوط. انا دلوقتي مانيش واحد صحيح. انت اتنين عزيز العدو اللدود وزوز العريس الحبوب. روح يا عدو يا لدود وتعالى يا عريس يا حبوب. صباعي يا حبيبي. رن بن 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 بن. تعرف انا اتجوزتك ليه؟ ليه؟ عشان فطر. عشان فطير. كمان شلفطا يا ضايع. أنا من رأيي نفضل نايمين لحد ما نموت. الساعة بقت 10. سيبيني دلوقتي يا ماما. مالك صبحتي تقلقي منامهم ليه؟ منامهم؟ روحي دوري على ابنك شوفيه نايم فين. في حضن عروسته يا روح. فشر. فكرية؟ أجيب لك حاجة تغيري ريقك؟ أيوه أنا جعان. لا بعدين يا ماما. قوم من فضلك قوم روح اوضتك. حاضر 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 بس ما تعيطيش. حاضر حاضر. يا مصيبتي يا مصيبتي. سعادة الباشا. اهلا وسهلا. ان شاء الله دايما اكون وسطاء. عقبال عندكم. الله يبارك فيك يا فندم. أنستم وشرفتم. انتوا مش بني ادم؟ هي الضيوف اللي عندكم دي مش عاوزه تفطر؟ يعني لازم يحضروا لك السفره يا خي. عندك المطبخ اخطف لك منه حاجه وكلها زي القطط جنب الحيط. انا مش عايز اهزقك هنا. انت
تطلع لي برا. يعني لو طلعت لك برا تعمل ايه؟ افسخك. انت ما انتش قد. تطلع لي برا. هويت؟ تطلع لي برا. طب اتحط. مصطرين والحمد لله. هاتك عليكم انتم اللي العلمة اخر ما غلبت منك. قالت جه الولية القيطة دي. قيطة؟ ده انا كان لقوطي جنيه يمتح جنيه. العلمة ما تقولش كده ابدا. قالت كده وقدام بنتك. اتفضلي معايا وانا اقول لك الكلام ده في الشهر. اتفضلي اتفضلي. بحق العلمة قالت عليا ايضا. هو في هيك لك بدل موته. مين هو؟ استخبى فين بقى؟ النبي تتوكس. ابوك ما جاش هنا. ظبطك. جاي تتحمى في الحرين؟ لازم اخلص عليه، لازم اجيب خبر. عايزين تقتلوه. اوعي اوعي بهالطريقة. اثنين اثنين بره. كان لزمه ايه ان اتجوز ابنهم مادام لسه بتاخدوا تركوا بايديكم؟ عايزانا نعمل ايه يعني؟ انا اللي مش انتم. اعملوا معروف سيبوني ما تفسدوش خطتي. انتوا هتسافروا امتى يا بابا؟ اما يسافروا هم. مسافرين النهارده. واحنا نسافر. بس ما وصكيش. كسري الدنيا على دماغه. احنا مخصوص مكترين لك الاطباق. انا ما سافرش الا ويا ابو زعيزع دي. اجري على ري. مسافر النهارده. واحنا نسافر. انما ما وصكش بقى يا ابو العز. انا عاوز منك يوماتي تجرير بعدد الكرابيج اللي كلتهم من ايدك. البسوا على اللحم. ايه ده؟ حجاز للمحبه والقبول. هيخليها تدوب في دباديب رجليك. منين هتدوب في دباديب رجليا وانا هدوبها من الضرب؟ ما هي دي الاكاده. كرابيجك تدوب جدتها وحبك يدوب قلبها. انت يا ولد. انت يا زفت. بنت يا خضرة. يا احمد. افندم. جزمتي فين؟ البني. ايوه. ما شفتهاش. طب يلا 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 طنيش في الاسم. نعم يا سيدي. فين جزمتي؟ والنبي يا سيدي ما خدتها. هو انا كل يوم لازم اشيل لي جزمه يا ست فكريه؟ اللي بس بدي افهمه ايه غرامك في النمر اللي بتعمليها دي كلها؟ ها؟ عايزه يعني تبرهني لي انك بتكرهيني؟ كدابه انت بتحبيني. وانت اللي بتكرهني. اكرهك قوي. طب ما تطلعني. اطلعك؟ ايوه. حالا اجيب المأذون. ها؟ مين هنا اللي بيحب جوزه وهو عاوز يتطلق منه؟ والله العظيم والله العظيم. بقى بالذمة دول الناس بيكرهوا بعض. ايوه انا اكرهها والنبي اكرهها. وانا احبها والنبي احبها. انت صادق وهي كذاب. منيرة. قولي لها والنبي بقى تديني جزمتي. انت واخده جزمته. هي جزمتي بس. بدلي من غير ضرايب. طربيشي من غير زر. اللي لقيت قمصان ما لقيش ياقات واللي لقيت ياقات ما لقيش شرابات. تفوت عليا ايام ما اخرجش من البيت. وهي عاوزه ايه غير كده؟ مطبخنا اللي كان لازم تفوح منه روائح المشويات والمقليات والمحمرات والشوكولاته بالكريم شانتيه اصبح دلوقتي ريحته كزبره وكمون وبصل اخضر. تحب نبعت لك كل يوم طبق طبقين 10 اطباق بصاره؟ الطباخ بيحتاج، الخدامين بتحتاج، القطط بتحتاج.
مالك؟ لا انا عايزه لحمه. اتفضل. ماشي كده يا اخي، انت اللي قلبت عليها البصاره. سلام عليكم يا سيدنا البيه. ولا سلامك، غلب كلامك لكلت لحمه. عايز ايه يا شاطر هنداوي؟ عايزك طيب يا بيه، عاوزك راكب وعدوك ماشي. بتتمسح ليه يا ابو الغيط؟ انت مش عارف ان كلمتي مصغره؟
انا قلت ما حدش يسد عليهم الميه، مجازاتهم دول وروحوا يفتحوها تاني ويقعدوا جنبها للصبح. يلا نجرب انت وياها. مش كفايه اللي نازل على دماغ ابنهم في مصر؟ مالك وحياه راسك وراس المرحوم البيه الكبير، ما دقت اللقمه من امبارح الصبح. عيان معياش ازاي؟ والله ما هين عليا زعلك. فيه ايه بس؟ لكن ما اقدرش اخبي عليك، ده احنا لحم كتافنا من خيرك. اتفضل اجرى. هل جبتك يا عبد المعين تعني؟ لقيتك يا عبد المعين تنعان. مين بعته ده؟ البت خضرة يا بيه. ومن جهة العموم فإنهم في تمام السرور، ولم لهم شغل لا ليل ولا نهار إلا البوس والأحضان، ويا تلحقونا يا ما تلحقوناش. خضرة ده كلام ايه ده؟ البت خضرة ما تكذبش أبدا يا بيه. ادي النهار الأزرق. كده يا فكرية؟ دي المبازعة الطريقة العصرية؟ مسح من على وش الدنيا؟ ده انت مسحتيني انا، حطيتيني في أم زي سيدنا سليمان ما كان يحط المارد، لبستيني الطرح انا ورجالتي. يا ناس يا هو هتجنن، دماغي هتتفشفش. يا ريتني ما وريتك الجواب الأغبر ده، كنت تبقى خاين. لكن لا، علي بيها ابو المد دماغه ما تتفشفش ابدا. يلا يا هنداوي. شهر من غير خناق. 3 أشهر و8 أيام والنهارده التاسع. مستليحت جنابك على كده وقاعد لي فشيخ لبقك؟ وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن بأن الليث يبتسم. أبو معشر في زمانه يا خي. تعرف أنا كنت مطول بالي وكتمهلي في قلبي الثلاث أشهر والثمان أيام دول ليه؟ ليه؟ لأن بنتي اتعهدت لي تدشدش في كل يوم دست الطباق على دماغ المحروس ابنك. عبيط. وتعرف نيوب الليث كانت بارزة الثلاث أشهر والثمان أيام دول ليه؟ ليه؟ لأن ابني بينسل في كل يوم كرباج على جتي بسلامتها بنتك.
هو الحجاب بتاعك ده كان معمول بالمقلوب؟ مكتوم الرقبة بيحب البت وعايشين متهنيين. يا لهوي يا لهوي يا خسرت الثلاث اشهر والثمان ايام دول اللي راحوا في الهوا. ما هو ده غزات اللي يتكل على العيال. تحط ايدك في ايدي؟ ايدي اهي. عمرك ما كنت راجل الا النهارده. وكذلك الباشا. اسمعي يا بنتي يا خضرة، أنا اللي بدي أفهمه الحب ده بناتهم من إمتي؟ من بعد ما سافرنا على طول؟ أبداً يا سيد، دول فضلوا في خناق وزعيق وعياط بسم الله ما شاء الله لحد يوم السبت اللي فات بس. وإيه اللي نفهم؟ أنا عارفة يا سيدي، أهو بصيت لقيتهم نهار الاثنين قبل الظهر بشوية كده نازلين في بعض بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. من بنتك هي اللي اتمحكت فيه. ابدا يا سيدي، الشهاده لله، هو اللي جري واتربع على رجليه. شوف بنت قلبها ضعيف لما تشوف راجل بيتمرمغ على رجليها. قم. ده كلام سالم، كلمتي انا هي اللي تمشي. انت سامعه؟ انت مين انت لتقولي الكلام ده؟ اخرسي. العيال ما هم قشيتهم روضهم. سيدي سيدي صعبان علي الطبع ده. صرخي 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 انت قبل صرخي انت بس صرخ بس اني صرخ سوا صرخ سوا. ايوه مثل عليا مثل. هو جوح اكبر ولا ابنه؟ قلت لك انت ما عرفتش تربي ابنك. فكريه يلا بينا، مش ضروري هدوم، مش ضروري مسافه، سيبيلهم كل شيء يلا. ادي تربيتك يا خي، مش عايزه تسيبه. عزيز نادي المأذون. يا مخطومين الرقبة بتستهزأوا بينا؟ طب والله قسما بالله ثلاثة بالله إن ما طلقتها ما نبوك ولا أعرفك، وإن روحت معايا لا نبوك ولا أعرفك. اسمع يا بابا، اسمع يا عم. عمك؟ قطعي السنة الجليل الحياة ما تختشيش. عيب يا عمي. عم الدبب. ليه ده كله؟ زوجين بيحبوا بعض عاوزين تفرقوا بينهم ليه؟ كسبتم إيه من عداوتكم؟ احنا كسبنا من حبنا الصفاء والسعاده وراحه البال اللي من غيرهم ما يقدرش الواحد يؤدي عمله بنجاح. بلادنا عاوزه رجاله تشتغل مش رجاله تتخانق. بابا ليه ما تعملوش زينا وتبقوا حبايب ونعيش كلنا في سلام؟ في سلام؟ ده انا هعيشك على البلاء. وانت نجوم السماء اقرب لك من جرش الطول مني. لا في حياتنا ولا بعد مماتنا. يلا بينا يا علي بيه. ابو زيد يقول لي دياب دونك بقى الميدان لعب العيال لم يعجب الابطال. ما قدامك الا رجال.
بنتي. يا روح امك يا حبيبتي. موتوها موتوها يا شمتك يا عبد الغفار. انت اللي موتتها، انت السبب في كل اللي جرى ده. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا علي يا ابن الزين. مش رايح مش رايح ولا حاجه. اسافر حالك. طيب حالك 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 حالك. هي دي برضك مش شقة محمد عزيز المهندس؟ ايوه يا فندم، اتفضل تعال. فكرية يا اختي زيها. بخير يا هاني. طب ولما هي بخير بعدين؟ ولما هي بخير بعدين؟ طب مش تطمنينا؟ اتفضل. انت هنا؟ خش. اتفضل. الله. ايه؟ عال عال قوي. انت حبيبتي يا ابني. ابني حبيبتي. انا حبيبتي. انت اللي في الخطر. هو ده فرش الموت. انت الاخر جبت الاغراض. فهمت. ده ملعوب اتلعب علينا علشان يجروا رجليني، الفجر كلهم. اولا يا عم لازم تفهم سعادتك اني لا عزيز ولا فكريه يعرفوا شيء عن التلغرافات دي. انا اللي بعتاهم، ما عرفوش حاجه الا بعد وصول سعادتك. ميرسي بالنيابه، بس لعبه ما فلحتش. يلا بينا على البيت. طب والله قسما بالله ثلاثة بالله. ايه هو؟ جرى ايه؟ ايه اللي بعت لكم ومش بعت لكم؟ وملعوب ومش ملعوب؟ عشان ناخد منكم فلوس؟ نعمل بيها ايه؟ احنا بعت لكم عشان نديكم. تدينا ايه يا ولد يا عريانين؟ نديكم السعاده اللي حارمين نفسكم منها. نديكم السلام. حمامه السلام. الخلق الناطق انت يا بابا. شوف الشعر اللي في خده. ده هديتنا لك. انت اللي تربيه. طب والله قسما بالله ثلاثه بالله. علي بيه الصغير. خلي الناطق انت يا بابا، شوف المحطة بتاعتك، انت اللي هتربيها. ما بدهاش بقى يا علي.